مشاهدي ميديا بلدي في احتفالية خاصة جدا لمهرجان المسرح بساقية الصاوي. معايا افضل مخرجين الشباب الحاصلين على المراكز الاوائل معايا من ساقية الصاوي مهرجان المسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا السنة دي كلمة جميلة جدا قامت لجنة التحكيم بصياغتها، فأنا الحقيقة مش هكتفي بالتنقل بين سطورها ولكني أنوي قراءتها كاملة. هتسمحوا لي بكده؟ طيب هيشرفني إن يبقى معايا من لجنة التحكيم الكريمة المكونة من الأستاذ الدكتور هاني مطاوع والأستاذة الدكتورة نهاد صليحة والأستاذ فريد النخراشي. هو أستاذ فريد بدعوه للمسرح الآن لنشرف به معنا أثناء تقديم الجوائز. وأدعو أيضا زميلي أحمد رمزي من السقية. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لجنة التحكيم. لاحظت اللجنة، اوعى تخافوا، ارتفاع مستوى عروض المهرجان هذا العام. الأمر الذي ترى اللجنة أنه بلا شك يعود إلى استفادة الفرق المختلفة من أخطائها ومن التنافس فيما بينها فيما قدمته من عروض في السنوات السابقة. ومن الظواهر الإيجابية في عروض هذا العام أن عددا غير قليل منها تجنب الإفراط في التدخل في النصوص المختارة بدعوى الإعداد أو الكتابة على الكتابة جريا وراء بعض الموضات الفنية دون أن يكون لديهم الوعي الكافي والدراية بفن الكتابة المسرحية. وقد قدم هذا المهرجان عددا غير قليل من العروض التي قدمت بعض النصوص الأصلية لكتاب مرموقين دون تشويه أو تسطيح. وأخيرا فإن أحد أهم الظواهر الإيجابية في عروض مهرجان هذا العام أنها أثبتت أن الممثلين المشاركين فيها قد أحرزوا تقدما ملحوظا في فن التمثيل نتيجة لتراكم الخبرة والاحتكاك الدائم، حيث قدمت كل فرقة عددا غير قليل من الممثلين المتميزين. طب ما نسقف لهم بقى. ولم تقتصر على ممثل أو اثنين ممن كانوا في العادة يشاركون في المنافسة على المراكز الأولى. وتأسيسا على ذلك رأت اللجنة إعطاء شهادات تقدير للعروض التالية: مملكة الكتة، ما بعد الثورة، الشعب يريد. نبتدي بيهم ونشكرهم على جهدهم. أشكرهم وهننتقل إلى مجموعة أخرى. المراكز التي حصلت على مكافأة مالية، يخلوا بالهم وهم رايحين. شكرا يا سيدي عشان البلطجة والحاجات الانفلات الأمني. شفتوا ابتدوا معانا في الأول بالإيه؟
الفراغ الدستوري وصفة الانفلات الأمن. طيب وأجندات خارجية وأصابع خفية. المركز العاشر اتجاه إجباري. التاسع زوم الحمام، فرقة عشاق المسرح، تقديم صلاح السايح إخراج سعيد عبد المنعم. بس حاسس ان مدين للمركز العاشر باني اقول البيانات ايضا. المسرح العرض المسرحي اتجاه اجباري، فرقة انج اكتر. تأليف واخراج محمد محمود عبد العزيز. المركز الثامن فرقة كلاسيكيات معاصرة، العرض المسرحي كازينو، تأليف براسلي إخراج محمد زكريا. المركز السابع فرقة حياة المسرحية، هانيبال عن مسرحية طريق الحرب والموت، تأليف محمود جمال، إعداد وإخراج أحمد عبد الفتاح. المركز السادس فرقة سوء تفاهم، شوقي عبد الكريم، صياغة درامية وإخراج محمد مبروك. المركز الخامس فرقة الهدف المسرحية، الواد غراب والقمر. تأليف أشرف عزب، إخراج محمد لبيب. المركز الرابع ابتدى بقى تخلينا على المشاهد الختام الجامدة، فرقة فانتازي والعرض المسرحي سفاح الأمم. ده مين فيهم؟ بشار ولا طلاقي ولا صالح؟ جون ماهر، إعداد وإخراج بولا إميل. المركز الثالث فرقة الصرخ، العرض المسرحي الليلة نحكي سمك لبن تمر هندي كركديه، تأليف مجدي جلاد، إعداد وإخراج إبراهيم حسن.
المركز الثاني. هو فاضلين اسمين مش كده؟ وطبعا نفسنا نعرف مين الثاني ومين الاول. والله ما طولك يا روح مش كده؟ يعني احنا قلنا الثاني هيتعرف الاول. فرقة تياترو وعمل مسرحي الجزيرة الأمير عبد الفتاح البلداجي إخراج عبد الله الشاعر. المركز الاول اي حد بيلعب كوتشينه يبقى عارف ان الورقه الوحيده اللي فاضله مكتوب عليها اوبن مايك عبد المسرحي حلم يوسف مايك يوسف نار زين. أفكركم بأول جملة في التقرير ارتفاع مستوى عروض المهرجان، فيبقى معناها إن إحنا لازم نحيي كل المشاركين. ونحيي مرة كمان نحيي اللجنة الرائعة دكتورة صليحة و طبعا الدكتور مطاوع والدكتور فريد الاستاذ فريد المطاشي. عايز احييكم جميعا واشكركم واقول لكم انه من غير جمهور تموت الخشب. ارجوكم يعني استوصوا بالمسرح خيرا بكثره حضور العروض، وقفوا جنب بعض وشجعوا المبدعين في المسرح. مسرح فن مهم جدا، ولو سبناه مش هيبقى ابدا خير للحركه الفنيه كلها. فبنفضلكم كل ما تقدروا تشجعوا الناس على حضور الاعمال المسرحيه في اي مكان تقام فيه على رصيف خشب المسرح، في قاعه كبيره، في قاعه صغيره، في جراج، في اي مكان. المهم ان احنا نوقف جنب المسرح، هو محتاج للناس وهو بيفيد الناس بشكل مباشر وفعال جدا. كل سنه طيبين. اوبن مايند اختارت عرض حلم يوسف للمخرجه منار عشان تاخد بيه المركز الاول. الف مبروك يا منار. الله يبارك فيكي. قولي لي انت اول مره تاخدي المركز الاول في عرض ولا حصلتي على مراكز متقدمه قبل كده؟ هو ده انا اول مره اخرج اصلا عرض كبير يعني يبقى اشخاص كتير، بس انا عملت برده في مهرجان الساقيه عرض منو دراما وخدت حصلت بيه على مركز تاني، وحصلت على جائزه اخراج وجائزه تمثيل للبنت اللي بتمثل معايا وجائزه افضل سينوغرافيا. ف يعني جوائز اوكي خدتها قبل كده، بس اول مره اخد اعمل عرض كبير واخد بيه اول، فدي كان الجديد عليا. عدد الناس اللي معاكي في العرض المشاركين الممثلين كانوا قد ايه؟ يعني كاست كله الممثلين 10 وكاست كله حوالي 21 تقريبا. كنت لاقيه صعوبه في السيطره على عدد كبير قوي ده من الممثلين لان والمخرجين المساعدين؟ لا خالص، الحمد لله يا رب، يعني ربنا كان كرمني بكاست. الكاست ده اغلبه ناس فنانه بجد، احنا اغلبهم كاست متخرج من قسم مسرح في جامعه حلوان، فكلهم شعب تمثيل واخراج، فاغلبهم يعني حابين مسرح وحابين يلعبوا مسرح وفنانين بجد، فما كانوش عاملين اي مشكله خالص. عشان كده انا كنت حابه ان انا اشتغل معاهم، عشان كده
الشغل طلع الحمد لله كويس يعني. يعني عايزه تقولي لي ان العرض بتاعك ما كانش فيه كواليس كده ولا كده زي اللي اكيد كان فيه كواليس كده وكده، بس الحمد لله عشان في الاول وفي الاخر احنا كان بينا يعني عاملين روح حلوه بينا في الفريق كله، فكنا بنعدي ده، كنا بندوس على ده وبنعدي. معايا الفنان جول ماهر مخرج العرض المسرحي سفاح الامم لفرقه فانتازي. الف مبروك على المركز الرابع استاذ جول. الف مبروك حضرتك. الف ميرسي. قول لي المهرجان بالنسبه لحضرتك والعروض المشتركه فيه، ايه الفرصه اللي حضرتك بتلاقيها بالنسبه لمهرجان المسرح في الساقيه مختلف عن المهرجان التاني؟ الفكره انه ده كان بالنسبه لنا اول تجربه، يعني دي كانت اول مره احنا نقدم عرض مسرحي بالشكل ده بشكل منظم ده. كل اللي كنا بنعمله كان يدوب سكتشات او حاجات صغيره، كانت اول مره نقدم عمل كبير بالشكل دوت، فيمكن عشان كده ما كناش خدنا خبره قوي او حاجه زي كده. بس انبسطنا جدا ان احنا دخلنا في منافسه مع الفرق الكبيره دي، كانت حاجه بالنسبه لنا حلوه قوي، علمتنا خبره كتير قوي، علمتنا مسميات كتير قوي في المسرح، فكانت حاجه مفيده تقنيا بالنسبه لنا. هل المهرجان السنه دي يفرق عن السنين اللي فاتت في المسرح هنا؟ هو زي ما استاذ صاوي قال العروض كانت احسن، يعني او يعني مستوى العروض نفسه ارتفع، الفكر نفسه ارتفع، ما اعرفش هل ده بتاثير بقى الثوره على الكلام دوت، بس هو العروض نفسها المستوى الفني بقى احلى بكتير. الف مبروك يا استاذ جول، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. الف مبروك. سوء تفاهم ده مش موقفنا الحالي، ده اسم فرقه قدمت العرض المسرحي حسن ونعيمه وحصلت بيه على المركز السادس. الف مبروك يا استاذ محمد. محمد مبروك. الف مبروك يا استاذ محمد. مبروك. الف مبروك. قول لي يا استاذ محمد، الفرق ما بين المهرجان السنه دي والمهرجانات السنين اللي فاتت ايه؟ هو الفرق السنه دي ان عدد المشاركين اكبر، فرق كتير كانت مشاركه. هو يختلف شويه عن المهرجانات اللي فاتت، ان المهرجانات اللي فاتت كان فيها جوائز اكبر واكتر من كده، المره دي اقل، في فكره طرديه تقريبا لاغلب الفرق. ده شويه مقلل حماس الناس يعني شويه، بس يعني هو شيء كويس ان هو بيعمل فكره احتكاك اكبر وفرق اكبر تشتغل مع بعضها، وكان كويس يعني الحمد لله. الفكر بعد الثورة اختلف عن قبل الثورة من حيث الإخراج المسرحي، أداء المسرح، في حاجة فرقت؟ والله هو اللي فرق ان بقى في مسرح ثوره، مش ثوره في المسرح يعني، بقت عروض، فيها عروض كتير جدا بتعمل عروض عن الثوره، عن اللي بيحصل في المجتمع، بس اعتقد ان ده مش وقته يعني، لان لسه لما تبدا الثوره تتوثق وتشوف نتائجها نبقى نعمل عنها عروض، لكن ثوره المسرح نفسه المسرح لسه ما نهضش ولسه ما حصلوش ثوره يعني. تتمنى ايه للمسرح؟ والله اتمنى المسرح انه يحقق شكل جماهيري ويبقى يتم فيه رعايه بشكل اكبر من كده، ويرجع جمهوره زي الاول، ما يبقاش مجرد حاجه متنفس للهواه وبس، لا يبقى ليه شكل افضل من كده، ويتم فيه تنشيط وعي وثقافي اكبر من كده. اشكرك استاذ محمد مبروك والف مبروك. الفنان والممثل احمد لطفي فرقه الشروق عن عرض مملكه القطع، اهلا بيك والف مبروك شهاده التقدير. الله يبارك فيك، اهلا بيك. قول لي الفرقه المسرحيه بتاعتك شاركت اكيد في اكتر من مهرجان، ايه الفرق ما بين مهرجان الساقيه وما بين المهرجانات التانيه اللي انت بتشارك فيها؟ والله هو اغلبيه المهرجانات الخاصه بالهواء او المبتدئين لخط الاحتراف يعني، مش عايز اسميهم هواء، بيبقى احنا دايما بنقول الناحيه الاعلاميه ولجان التقييم، ان طبعا يفرق ان انا اجيب دكتور دارس اكاديمي بغير ان انا اجيب مخرج زميلي يتفرج عليا ويقيمني او انا اشتغلت معاه قبل كده. في مهرجانات طبعا لا داعي لذكر اسمها بتعمل ده، بتجيب زميلي يتفرج عليا ويقيمني انا، فطبعا بتبقى في حزيات. انما مهرجان الساقيه لجنه التحكيم افاضل طبعا الدكتور هاني مطاوع، الدكتور نهاد صليحه وفريد النقراشي، لجنه فاهمه والتغطيه الاعلاميه هنا حلوه. في ميزه برضو انا هنا شفتها ما شفتهاش في المهرجانات الثانيه، ان في مهرجانات مثلا يبقى اليوم في 3 4 عروض ورا بعض، فيا دوبك الفرقه تخلص تشيل ديكورها، الفرقه الثانيه عايزه تحط ديكورها فما بتلحقش، فبيجي على حساب العمل وشدت اعصاب للممثلين وشدت اعصاب للمخرج وتوتر والكلام ده كله. هنا ما فيش كده الكلام دوت، هنا في مسرحين الفرقه دي واللجنه هنا، وده المسرح معاك من اول النهار، اللجنه بتخلص تشرب على المشروب بتاعها تلف تخش المسرح الثاني، تكون الفرقه جهزت وريحت والكلام. يعني حضرتك شايف ان العرض المسرحي مهم جدا للفنانين ان هم يبقوا عندهم حاله من الاسترخاء قبل الطلوع على المسرح؟ احنا كل طول عمرنا الدكاتره والاساتذه بتوعنا كانوا بيقولوا لنا انك انت وانت نازل من بيتك بتنزل لابس الشخصيه بتاعتك، فمعنى ان انا بقى نازل من بيتي لابس شخصيتي، ان انا لحد ما اجي هنا على الاستيدج ولحد معرض واقف الستاره انا الشخصيه
الدراما اللي موجوده. فاي تعامل من الخارج بيحصل معايا ممكن يخليني افصل عن الحاله، اخرج بره المود، ما اعرفش ارجع تاني للحاله. فطبعا لازم. احمد الف مبروك ومزيد من النجاح والتالق كده على طول، ودايما معانا في ميديا بلد. ان انتوا بتغطوا الناس ديت، وببارك لمنار زميلتنا وحصلها على المركز الاول في العرض، ولمحمد لبيب برضو حصل على المركز الخامس. الميزه في المهرجانات دي ان احنا بنقابل بعض. بس كنتم مع ختام مهرجان مسرح سعيد عبد المنعم الصوت.